ما أريد أطيل عليكم. المخلد بن عقبة بن شرحبيل عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعذرت عليه التجارة فعليه بعمان. المشهور عند العمانيين: من تعذر عليه الرزق فعليه بعمان. على كل حال هنا روايات عديدة. هذا الحديث قالوا ضعيف، وما غريب ترى، ما شاء الله ما دام عمان وما شابه ذلك، والله أعلم بهذه الرواية وما شابه ذلك. لكن اللي أستغرب منه كلما ذكرت عمان وأهل عمان تضعف ويعني توضع وغير ذلك، سواء كان رواية أحاديثية أو روايات تدل على فضائلهم من السيرة، على أخلاقهم، على كرمهم. يا إما أن يقول لك عمان ليست عمان، أو صحال ليست هذه الصحال المعروفة، أو أن هذا الحديث يعني ليس ثابتا أو غير ذلك. أنا لست مختصا في علم الحديث، لكن هذا الذي أستغرب منه كقارئ كمتفحص. ثم بعد ذلك لماذا لا تنسب عمان إلى مكانتها إلى مكانها؟ لماذا يقال أنها في اليمن أو في ناحية الشرق؟ أو بالعكس، الآن للأسف الشديد دويلات ما سمعنا بها في آبائنا الأولين إلا وتقال تريد تهضم حق عمان وتستعلي. لماذا كل ذلك؟ غيرة، غيرة وعدم معرفة حقيقية لمقدار العماني الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرفه العالم أجمع. من تعذر عليه التجارة من تعذرت عليه التجارة فعليه بعمان، رواه الخطيب البغدادي على كل حال في موضع أوهام الجمع والتفريق، وتمام الرازي في الفوائد، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير وغير ذلك. ولفظ الطبراني: من تعذرت عليه الضيعة بدل التجارة، وقد عزاه الهيثمي إلى في المجمع بلفظ: من تعذرت عليه الصنعة فعليه بعمان. من تعذرت عليه الصنعة فعليه بعمان. وطبعا هذا الحديث قال لك يعني ضعفه الشيخ الألباني، بالرغم أنه لاحظ، بالرغم أن رواه البخاري في التاريخ الكبير وابن حبان، رواه البخاري في التاريخ الكبير وابن حبان، ومع هذا قال لك لا ضعيف. الله أعلم.